أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم الكوردوفا. تعلمنا ورأينا في الدرس السابق كيف نستطيع القيام بإضافة الأحداث والإيفنت والقيام بتحفيزها وذلك نسبة إلى الأزرار الموجودة في الجوال. فمثلا نستطيع القيام بإرسال أبليكيشن إلى الباك جراوند هكذا والقيام بإعادته فنحصل على هذه الرسائل بهذا الشكل. ولكن هنا يجدر الانتباه إلى أن هناك خطأ يجب القيام بتصحيحه. فمثلا الحدث والإيفنت الخاص بالإند كول باتن هنا يجب أن يكون بهذا الشكل ليس ستارت وإنما End call button. تمام. الآن دعوني مثلا أقوم بتطبيق عملي نقوم بتحويل web application مكون من CSS, HTML و JavaScript سوف نقوم بتحويله بشكل مباشر إلى Android application. وخير مثال على ذلك ما قمت بتصميمه سابقا في JavaScript فهنا إذا قلنا بالإستعراض بهذا الشكل كما نرى لدينا هنا هذا التصميم البسيط الذي من خلاله نقوم بالتعديل على هذه المكونات وهذه العناصر والقيام بالتعديل على خصائصها وذلك باستخدام CSS وأيضا القيام بتحريكها وجعلها animated متحركة وذلك نسبة إلى JavaScript. فمثلا إذا أردنا القيام بالاطلاع على source code الخاص بها جميع الأكواد موجودة في ملف واحد فهنا لدينا الخصائص الخاصة بالCSS المكان وحجم الخط وكذلك بالنسبة للكرة الثانية ولدينا هنا خصائص متعلقة بألوان الكرة وموضعها وأيضا خصائص متعلقة بالـ HTML بشكل أساسي مع هذه الـ background. ومن ثم نقوم هنا بإضافة هذه المتحولات في الـ HTML tag هنا. أيضا قمنا بإضافة صوتيات في الـ JavaScript في هذا التاج. لدينا هذه المتحولات التي من خلالها نقوم بجلب هذه العناصر هنا. ومن ثم نقوم بالتعديل عليها والقيام باختيار الألوان وذلك ضمن هذه الـ array. وأيضا القيام بتحديد الأبعاد وذلك من أجل القيام بالانتقال. وبعدها نقوم هنا بتحسس هذه الزوايا والأطراف الخاصة بالسكرين والشاشة فإذا حدث تصادم وذلك على المحور الأفقي هنا نقوم بالتعديل على جهة هذا المحور ونقوم أيضا بعرض نغمة معينة تعبر عن تصادم وكذلك بالنسبة للمحور الشاقولي نقوم هنا بالتعديل على هذا الاتجاه ونقوم بعرض نغمة معينة وكذلك بالنسبة للكرة الثانية وبعدها نقوم هنا بالتعديل على الستايلز الخاصة بهذه الكرة هذه الكرة الأولى نقوم بالتعديل على الأبعاد الخاصة بها left, top وأيضا نقوم بإنشاء border ونقوم بالتعديل على الألوان نسبة إلى هذه المصفوفة الكالرز التي رأيناها مسبقا هنا وبعدها نقوم هنا بتشغيلها نسبة إلى مؤقت معين وأيضا نقوم بالتعديلات على الكرة الثانية بهذا الشكل ونقوم بتحسس أبعادها مع الشاشة بهذا المظهر. طبعاً هي لحد ما ليست معقدة ولكن هناك أكواد لا بأس بها إلا أنه إذا قمنا بمقارنتها مع الأندرويد أبليكيشن فإنشاء مثل هذا النموذج في الأندرويد ليس بالأمر السهل وسوف يتطلب الكثير من الجهد والكثير من التعامل مع الفايلات المختلفة وذلك لتحقيق الأنيميشن وأيضاً لضبط هذه الأحداثيات. فالآن الخطوة الأولى إذا أردنا القيام بتطبيق هذا الأبليكيشن في الكوردوفا وتحويله إلى أندرويد آب فنقوم بوضع هذه المعلومات هنا الخاصة بالـ CSS وذلك طبعا نسخ وذلك في ملف الـ CSS بهذا الشكل نقوم بالذهاب إليه ونقوم هنا بالإضافة ودعوني أقوم بتعليق التاجات الموجودة مسبقا مثلا هذه لا نريدها مؤقتا بعدها نقوم هنا بالذهاب إلى ملفات الجافا سكريبت في هذا المكان ونقوم هنا بجلب هذا المحتوى فسوف نقوم بجلب ما ضمن تاج الجافا سكريبت بهذا الشكل نقوم هنا بوضعه مثلا ليكون عند الديفايس ريدي بهذا الشكل تمام ونقوم بالتخلص من الاوديو لا نريده بهذا الشكل تمام ممتاز وبعدها الخطوة الأخيرة نقوم بإضافة التاجات الخاصة بالـ HTML وهي بهذا الشكل نقوم هنا بتعليق هذه مؤقتا ونقوم هنا بالإضافة لنرى إذا قمنا بالذهاب للإندكس للكوردوفا فنرى كيف تم الإنشاء بهذا الشكل طبعا هنا لم يقوم بوضع الخلفية لذا سوف نقوم بجلب الباك جراوند ووضعها في هذا المكان بهذا الشكل هذه هي الخلفية تمام فنقول هنا في ملف CSS بشكل مشابه لهذا المسار نقول هنا
بهذا الشكل لنرى. تمام. وبعدها إذا أردنا القيام بتحريكها فلا مانع من القيام هنا بتشغيلها مؤقتا، وذلك خارج حدود هذه Device Ready. فسوف نقول مثلا قم بإنشائها بشكل مباشر فقط للتجريب بهذا الشكل، فنقوم بوضعها خارجا لنرى. تمام، نرى كيف أنها تعمل ولا يوجد أي إشكالية. ممتاز، نقوم الآن بإعادتها. وإذا أردنا القيام بالتحويل فهنا نقوم بالذهاب إلى هذا المسار ونقوم بفتح CMD ونقوم بالإنشاء والبناء لنرى. بما أنه لم نقوم باستخدام أي مكتبات خارجية فأعتقد لن يكون هناك إشكالية. تمام، تم البناء بنجاح. إذا قمنا بالذهاب إلى المسار نراها بهذا الشكل. دعوني أقوم بالتنصيب. تم التنصيب بنجاح لنرى. نراها بهذا الشكل. ممتاز، نرى هنا كيف أن عملية التحويل تمت بنجاح، وأيضا تم أخذ الإحداثيات الخاصة بهذا الديفايس بعين الاعتبار وتم تطبيقها بشكل ملائم ومناسب. وأيضا إذا أردنا مثلا القيام بإرسالها الباك جراوند والقيام بالتدوير مثلا والتشغيل فأيضا لا إشكالية. ممتاز، نرى هنا الفائدة الكبيرة لاستخدام الكوردوفا في عملية التحويل وعملية إنشاء الأندرويد أبليكيشنز. ومثلا إذا أردنا القيام بإنشاء مثل هذا النوع من الأبليكيشنز على الأندرويد بشكل مباشر فذلك لن يكون بالأمر السهل، وسوف نقوم بالتعامل مع مختلف الفايلات ومختلف المكتبات لتحقيق الأنيميشن وما إلى ذلك. ولكن هنا نرى كيف أن العملية تمت بسلاسة ونجاح دون أي إشكالية بالاستفادة مما تقدمه الكوردوفا. وأنتم أيضا بشكل مشابه تستطيعون القيام بتحويل ما تقومون بتصميمه على الجافا سكريبت والويب أبليكيشن فتقومون بتحويله إلى الأندرويد بهذا الشكل. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم وألقاكم في الدرس القادم. سلام.